كما لاحظوا أن هذا هو ظاهر قوله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فإنه لم يكن إصداق الأبناء بضرورة التاريخ إلا الحسن والحسين، فكما نفهم من أنفسنا وأنفسكم وحدة محمد وعلي، نفهم أيضا كون الحسن والحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. والملحوظ لاحظوا أن عنوان الأبناء مقدم في الآية على العنوانين الآخرين. ماذا قال؟ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، قدمهم، ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، كأنما أخر الأنفس تواضعا، لأنه هو مأمور أن يقول قل تعالوا طبعا، وليس كلام الله مباشرة كأنما.